منين كترتفع الحرارة في الجو، الجسم الإنسان كيحاول ما أمكن باش يتأقلم معها ويحافظ على الحرارة الجسم ديال 37 درجة عادة. عدة طرق يستعمل، الأوعية الدموية في الأطراف كتنفخ واحد شوية باش تخرج الحرارة، كيوقع العرق، الإنسان كيتعرق باش تخرج ذاك الحرارة. ولكن إلى جات الموجة الحرارة النهار الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، الجسم الإنسان ما كيقدرش يسيرها، كيتنهك، وبالخصوص الناس المسنين والأطفال الصغار. وهنا كيبدا الجسم في الإرهاق ديالو، وكيمكن توقع بعض المضاعفات الصحية خطيرة بحال الضربة الحرارية ولا الجفاف ديال الجسم الإنسان، لأنه الإنسان اللي كيضيع داك العرق بزاف راه فيه حتى الأملاح المعدنية اللي كتضيع معاه، وكذلك كتبقى بعض المضاعفات على المستوى ديال الكلي ديال القلب وغيرها، وبعض الأحيان كتكون حتى وفيات. ولهذا خصنا نردوا البال ملي كتكون الموجة ديال الحرارة. أول حاجة خصنا نشربوا الماء بزاف، ما نتسناوش يجينا العطش، وبالخصوص كنتكلموا على الناس المسنين والصغار والجميع، ولكن الناس الكبار في السن لأن ما كيحسوش بالعطش أولا، والصغار ما كيعرفوش يقولوا لنا راه فيهم العطش. إذا خصنا ننتبهوا لهذه النقطة، يشربوا الماء بزاف، ماشي غير الماء والسوائل، العصير، عصير بالأنواع ديالو كلها، باش كيعطينا الماء وكيعطينا حتى الاملاح المعدنيه. الحاجه الثانيه، كيخصنا من المؤكد على انه كيخصنا نفزكو يعني الجسم ديالنا، خصنا نبلوه بالماء، اما بفوطه اما برشاش باللي كان، نديرو فيه الماء ونحاولوا ما امكن ما نشفوش بالفوطه من بعد ما الجسم ديالنا يتبلل. علاش كيتبلل الجسم ديالنا؟ كنخليوه كيضرب فيه الريح العادي ولا شي مروحه فونتيلاتور، انا ذاك كيكون انا ذاك الجسم اللي كيتبخر ديك الماء عليه اللي فزكناه به، الحراره ديالو كتنخفض. حاجه اخرى، كيخصنا الماكله ديالنا ما نكونش عندنا ثلاثه ديال الوجبات، يكون عندنا خمسه سته سبعه ديال الوجبات الصغيره وتكون فيها الخضر والفواكه. نتجنبوا القهوه واتاي، ونحاولوا ما امكن من نكلسوا في الدار في الجهه اللي هي بارده، ما نفتحوش شاي السراجم في الوقت اللي تكون الحراره مجهده، ما نخرجوش شاي في الاوقات ديال الدروه ديال الحراره، والا خرجنا كنديروا قبعه كبيره وكنديروا ملابس خفيفه، وبالخصوص نحاولوا ما امكن دائما نتجنبوا المجهود البدني ونمشيو للاماكن اللي تكون فيها الجو لطيف وملطف. اي بلاصه لقيناها سواء في الدار سواء الى ترهقنا في الشارع، كيمكن لينا نمشيو لاي بلاصه المركز التجاري ولا غيره اللي كيكون فيه الهواء كليماتيزي نتبردوا فيه واحد شويه.